صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. المهم غبرت عليكم، راكم عارفيني انا فين كنغبر، راكم عارفين مع القرايه وما كنساليش وكنعيا شويه في القرايه. المهم والدار وداك الشيء، المهم راكم عارفين. المهم دابا رجعت لكم فيديو جديد، وهاد لا فيديو غادي يكون كيف ما كتشوفوا دايره هاد البنطلون، راه باين لا فيديو ديالاش. المهم فيديو ديال الميك اب، شحال هادي ما صورت لكم شي ميك اب في القناه، وكنتو ديجا طلبتوا مني واحد الميك اب شحال هادي، كنت درته في واحد الشوتينغ وقلتوا لي صوري هنا وما تحتليش فرصه باش نصور لكم. ودابا قلت علاش لا اجي شحال هادي ما صورتش شي ميك اب، نصور لهم الميك اب اللي كانوا طلبوا مني. فهاد الميك اب نقدر نخلي لكم هنايا، هنايا اختي هنا شي فوتو ديال هاد الميك اب باش تعرفوه. المهم خليتها لكم هي هذيك، ما خليتها لكم باش تشوفوا الفاينل لوك في التالي. المهم على بركه الله، المهم بقاو معايا دابا نبداو. هاد الميك اب ساهل وعجبكم بزاف، وهو ساهل تقدر اي وحده ديرو، فبقاو معايا تشوفوا المراحل اللي غادي نديرها في هاد الميك اب، فنبداو على بركه الله. المهم ما تنساوش اي في اي فيديو ديال الميك اب كنقول لكم عمركم تحطوا مكياج على وجهكم وانتم ما دايرينش غوماج لوجهكم، مرطبين الوجه مزيان وتكونوا موجدين البشره ديالكم الميك اب. المهم انا مرطبه وجهي ودايره كل شيء. اول حاجه كنبدا بها انا غادي نبدا نصايب حجباني. المهم بقاو معايا. كناخد بانسو بحال هكا، هذا هو انا اللي كنطراسي بحجباني. المهم خصكم كاملين تطراسيو حجبانكم بهاد لي بانسو اللي كيكونوا هكا، كيجي حاد هكا كيجيك باش تطراسي بحجبانك. كتشوفوا انا هذه هي الطريقه باش كنطراسي بها حجباني، اللي سهله سهله ما كتاخذش مني بزاف د الوقت. حيت ديجا كيف ما كتشوفوا حجباني عامرين، كنعمر غير الفرات، ندينا واحد الضريبه كنعمرها وصافي. شي خويا ولا هذا كنعمرها، شفتوا طريقه سهله. وكان الذي سولوني باش كنطراسي حجباني، كنطراسيهم بواحد لا كولور من هاد لاباليت اللي هي كناخذ من هذه، كناخذ من هادي هي باش كنطراسي، كي كتعجبني وكتجيني مع الوجه ديالي. من بعد ما طراسي حجباني كما كتشوفوا غادي ندير الكونسيلر، اللي ناخذ هادي ديال الميك اب ريفولوشن اللي كتكون ديجا قلتها لكم كونسيلر وفون دو تان. انا كنديرها كونسيلر. الحاجة البنات البيوتي بلندر ضروري تكون فازقة، دي ما تفزقوها يا بالماء يا بمورد يا بفيكساتور الى عندكم. المهم انا ديجا مفزقاها باش كتعطيكم الطوع باش كتخدموا، وكيكون عندكم الخدمة كتكون زوينة، كيكونش داك الشي ضايع. ميك اب البنات ساهل ساهل، كنخدم معاكم بطرق اللي ساهله، ماشي عاد تحتاجوا بحال هكا تحتاجوا البانسو تطراسيو منه مزيان بحال هكا، ولا تطراسيو بحال هكا من لما تاخذوا الكونسيلر وتطراسيو هكا. من الاحسن تخدموه بالبيوتي بلندر باش ما كتقويوش عليكم قوه الميك اب.
ما كتشوفوا الكونسيلر اللي كندير هنا كندوزو حتى هنايا باش ما كيجيش عطي بزاف. دابا غادي ناخذ الفون دو تان اللي كندير هادي فيتمي تقدروا البنات تقدروا ديروها وتدوزوها بانسو بحال هكا بانسو يكون بحال هكا دوزو به بالفون دو تان وعاد تعاودوا بالبيوتي بلاندر. انا كندير نيشان بيوتي بلاندر بحال هكا. ايمان البنات فاش تكونوا كديروا ميكاب اللي كيجي شويه فيه الفون دو تان ميكاب ديال السهره ولا ديال شي حاجه ديال الحفله ضروري ما تنساوش عنقكم ضروري باش ما كيجيش الفرق ما بين الوجه والعنق كديروا هي شويه كيعطيكم حاجه البنات كديروها للوجه بحال لي ماسك لي غوماج كلشي اي حاجه كديروها للوجه كديروها حتى للعنق باش ما كيبانش الفرق ديما. الحاجه المهمه اللي ضروريه في الميك اب هي تبلاندي الفون دو تان والانتي سير تبلانديهم مزيان ما يجيش شي فرق تخدمي لو تان تخدميه زوين باش كيطلع معاك الميك اب زوين. من بعد ما خدمت لو تان ديالي كامل كنحاول ناخذ هنايا بيوتي بلندر اللي كتكون صغيره بحال هكا حتى هي تكون فازقه وكنحاول نشف بها ونقد بها الا لقيت شي خطوط ولا شي حاجه بحال هكا. من بعد البنات ما كملت وجهي كندوز لهذا الكونتورينغ باودر كندير كونتورينغ باودر انا فتقدروا تخدموا عينيكم هما الاولين كيف ما كدير شيماء كتخدم عينيها هي هما الاولين عاد كتخدم لوطا انا لا انا كنخدم لوطا عاد كندوز لي فاغ بوبيا هكا باش كنرتاح هكا في الخدمه انا. عرفت واحد لاستيس ما عرفتش شكون قلتها لكم بالنسبه للكونتورينغ البنات اللي كتكون عندهم هنايا واحد الحيمه خارجه بحال هكا الكونتورينغ كينفع في هاد الاوقات هذه كتاخذي الكونتورينغ مزيان كديري في الكونتورينغ وكتبداي ديري بحال هكا كتهبطي مزيان هنا
هكا مزيان مزيان، هنايا كتحددي هاد العظمه، وهنايا كتحددي هكا، وهنا كتهبطو مزيان فما كيبقى يبان والو. شفتوا انا ندي شويه وكنديرها ما كيبان والو. فانتوما اللي عنده اللي كتكون عنده بزاف يدير مزيان الكونتورينغ هنايا. وهنا بالنسبه للوجه الكونتورينغ كيبدا من النص ديال الودن هكا، من نص ديال الودن، ماشي منا وماشي هنا، من نص. لا بعد ما درت الكونتورينغ ساليت الكونتورينغ، من بعد غادي ندير هنايا لوس باودر كيف ما كتشوف. فاللي ما عندوش هادي لوس باودر، انا كندير هادي ديال البيس، اللي ما عندوش تقدروا ديروا هي التالك ديال لي بيبي، هذاك حتى هو كيصلح. فهادي هي باش كنفيكسي بها، كنفيكسي بها تحت عيني وهنايا في الفغا بوبير، وهنايا باش كنحدد الكونتورينغ ديال. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما فيكسيت هنايا في وجهي، ما كنخليهاش بزاف في هاد البلايص بحال هكا، هنا كنحيدها اون فوا كنفيكسي صافي كنحيدها. هنا كنخليها معليش. فبالنسبه لهنايا كنخليها باش الا من بعد ما كنخدم عيني الا طاحت لي هنايا، الا طاح لي هنايا الفاغ بوبير كنحيدو دغيا، كيتحيد ماشي بحال الا كانت الفون دو تان كيلصق وكيولي عندنا جخطونه في الوجه. ودابا غادي نبداو نخدمو العينين. غادي ناخذ هنايا بانسو بحال هكا، كيجي بحال هكا. غادي ناخذ هاد المارون هذا، شفتو هذا، ناخذ هذا غادي نحفر به هنايا الكسره ديال العين ديالي. من بعد كيف ما كتشوفوا، من بعد ما حفرت الكسره ديال العين ديالي هكا كان بلاندي مزيان، كندمج مزيان كندمج مزيان اللون اللي درت هنايا في فاغا بوبير ديالي، كندمجو مزيان مزيان باش كتجي خدمه هكا مزيانه. كلشي على الدمج، كلشي على كيفاش كتستومبي وكلشي. من بعد غادي ناخذ هاد الموف هذا اللي هنا، خديت بانسو واحد اخر. وديما ملي تاخذوا شي فاغ بوبير من لاباليت ديروا بحال هكا، شفتوا ملي كتاخذوه بحال هكا، شوفوا الا كان ما عرفتش واش بان لكم. المهم ديما تنفضوا بحال هكا باش كتكون لابروس كتهز بزاف. غادي نجي هنايا لهاد البلاصه وغادي نحط هاد اللون. وها
غادي ناخد بانسو اخر اللي غادي ندمج به هاد اللون، غادي نحاول ندمجه بحال هكا كيف ما غادي تشوف معايا. نحاول ندخلو هنايا فهاد الجفن المتحرك هكا، ماشي هنا فهاد العظمه هنايا لتحت، نحاول ندخلو بحال هكا نستومبي. غادي نولي ناخد البانسو اللي خدمت به الاول ونولي الاستومبيل لي دو كولور مع بعضياتهم. نفس الشيء اللي غادي ندير هنايا. مهم كيف ما كتشوفوا بعد ما خدمت هنا اللي درتو هنا درتو هنايا، كيف ما كتشوفوا كيف ما شفتوا استومبيت مزيان مزيان مزيان، ضروري الدمج ضروري ضروري. المهم احتاجيت ثلاثه ديال البانسو باش خدمت عينيا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. شوفوا شفتوا علاش قلت لكم كديروا هنايا هاد لوس باودر باش كتفيكسي و او ميم طون الا طاحت لكم شي حاجه بحال دابا انا طاح لي هنا شويه في ساعه غادي تحيد، غادي نديري هكا بالبانسو غادي تحيد. مهم بعد ما صافي خدمت هنايا غادي ناخد هاد لا كولور هذا اللي كيجي اريزي بحال هكا وغادي نديرو هنايا في الجوف المتحرك هنايا. ناخذ بانسو اخر باش ندير به بانسو، خصو يكون بحال هكا باش كتخدموا به هاد البلاصه، ولا تقدروا ديروه بصبعكم اللي بغيتو، انا كندير بجوج يا هادي يا كنشوف. بغيت نقول لكم واحد الملاحظه، كنشوف بزاف ديال البنات ملي كيبغيو يديروا هنايا هنا هاد لا كولور اللي كيجي اريزي كياخذوه وكيبقاو يطلعوه حتى هنا هنايا كيطلعوه، لا خصو يجي على حسب الدوره ديال العين بحال هكا، تشدوه هكا وترسموا هكا بحال هكا، ما يطلع ما يهم المهم ما يطلعش، يجي على حسب الدوره ديال العين ديالكم. بحال هكا فهكا كنكون ساليت هنايا فوق عيني، شفتو دغيا بسهوله. فمن تحت عيني كنعاود ندير نفس تدرج الالوان، كنديرو نفس اللي درتو هنا كنديرو هنا كما كتشوفوا. بعد ما ساليت عينيا كيف ما كتشوفوا اخر حاجه كنديرها هي كناخذ البانسو كنمسحو، كناخذ البانسو اللي كيكون خاوي ما فيه حتى كولور
وكنحاول ندمج هادشي اللي درت هكا باش ما كيبقاش عندي هنايا واحد الحد ديال الفارا بوبير اللي كيجي اغيزي. صافي من بعد ما ساليت عينيا صافي كنحيد هادشي اللي عندي. من بعد غادي ندير غادي نلصق هنايا لي فوسيل هما غادي نلصقهم ونرجع معكم. فكما كتشوفوا البنات من بعد ما لصقت الشفار كيف ما كتشوفوا غادي نجي هنايا وغادي ناخذ الايلاينر ناخذ هذا ديال اسانس وغادي نرسم به واحد الايلاينر اللي كيجي خفيف ونرسم هنايا الدمعه ديال العين. كما كتشوفون بعد ما ساليت عينيا درت هنايا واحد الايلاينر اللي كيجي خفيف خفيف كيف ما كتشوفوا ودابا غادي ندير الهايلايتر. ومن بعد غادي ندير البلاش انا ولا ما بقيتش كيعجبني ندير فرج وهكاك باودر وليت كناخذ هنايا هاد لاباليت ديال لي روج اليفغ ديال بيس وكندير بحال هكا كناخذ هذا اللي كنرسم به شفايفي وكناخذ هاد لاكولا غادي هنا هادي كناخذ واحد شويه وكنجي ندير هنايا بحال هكا وصافي وكنسالي وكنجي هكا كنضحك معاكم. لا ما كنخليهش هكا كنجيب البغوص ديال الفراجو وكنستومبي بحال هكا. هذا هو كلشي في الميك اب فاش كديري السر في الحنيكات عاد كيبان. صافي اخر حاجه اللي كنديرو كيف ما كتشوفوا اخر حاجه هي الغوز عليف تقدروا ديروا بحال هكا كناخذ ما عرفتش تقدروا ديروا هنا الموف هاد لي روج اليف هكا موف ولا تقدروا ديروا شي روز بحال هكا انا غادي ندير وقيله الموف ما عرفتش نشوف وتقدروا ديروا بحال هكا هاد لا كولور هذا وتقدروا ديروا هذا هو اللي كنت دايره
الميك اب البنات من بعد ما ساليت الوجع ليفغ فاخر حاجه اخر حاجه كنت غادي ننساها هي الماسكارا. كناخذ هذه ديال اسانس وكان مشطبيها شفاري التحتاني البنات. كان هذا هو لا فيديو, وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى يعجبكم, كنتمنى تطبقوا هذا الميك اب حيت نتوما اللي طلبتوه مني. كيف ما كتشوفوا جا ميك اب لي زوين, انا ما سخيتش به والله, ما سخيتش به الصباح وانا نتصور, ما سخيتش به, عجبني بزاف. حيت شحال هذه ما درتش الميك اب لي هكا. وكيف ما كتشوفوا لي لونتي اللي كندير من فيفا لوك, هادو هما لي لونتي اللي كنت دايره مع داك الميك اب. ايوا صافي, كيف ما كتشوفوا كتسولوني بزاف على الطريقه اللي كندير لشعري, الطريقه اللي كندير لشعري باش كيجي هكا بوكلي هكا, كيجي ويفي بحال هكا. دابا نديرها معكم في شي فيديو بحال هكا. مهم كتسولوني بزاف, كيسولوني بنات اللي كيقراو معايا. المهم قلت لهم كيفاش كندير, ولكن غادي نوريكم الطريقه حيت بزاف البنات كيقولوا لي حنا كنديروها وما كيصدقناش وما كيبقىناش الشعر بحال هكا ثابت بحال هكا, تنسي به ما يبقى لك واخا يكون شعرك رطب. انا شعري رطب وكيبقى لي هكا كنعس به, يقدر يدوز لي هكا 5 ايام وهو هكا ونصايبو هي مره واحده. المهم كنتمنى يعجبكم لا فيديو, كنتمنى تخليو لي لايك, خليو لي كومونتير زوين, وشجعونا بفيديو شجعونا بتعليقاتكم, وخليونا هكا افكار ديال الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا في القناه. وبسلام عليكم, تهلاو في راسكم, نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.